ابتدى بكل حماسه، وانا برحب نيابه عنه بكل هذه الكوكبه من الادباء والمثقفين والكتاب ولجنه الحريات التي طالما استضافتنا ونظرت من اجل الحريات. بحييها وبحيي لجنه الحريات في نقابه الصحفيين وكل الزملاء الصحفيين اللي بيقفوا معانا. بنحيي كل الناس. انا رايي ان كل اللي جه النهارده بيقول معانا لو سمحت الترقيع هيتم بهدوء على جنب عدو هنا مع الدكتور عبد الحليم. بهدوء لو سمحت. النهارده جه مجموعه كبيره من الاصدقاء المناضلين الشرفاء عشان يقولوا خايفين من الكلمه الحره ليه؟ خايفين من كلمه شريفه ليه؟ بعدوا بلدنا ولا ايه؟ واحنا بنقول مش هنخاف، مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي وهنستمر بندافع عن حريتنا وعن حقوقنا. وبنحيي كل اللي جه من كل الاقاليم وعلى راسهم المحله الكبرى التي جاء منها عمال المحله المخرج عنه منذ ايام. ومن البحيره ومن الاسكندريه ومن العريش كل الناس جت النهارده في انا بعتبره عرس وحفله حب وتضامن لا لشخص عبد الحليم فقط ولكن للدفاع عن الحق والعدل والحريه. هنبدا النهارده بالمفكر الكبير استاذنا وغني عن التعريف الدكتور عبد الوهاب المسيري. ما جاء في هذا الكتاب وهو ما سيكون به الدكتور لازم تحتاني بعد. اما دعوني انا اعطيكم بعض التاملات. انا اعتقد الدكتور حمزيز بالغ بعض الشيء حينما قال ان حسني مبارك حكم لمده 27 وهذا الدكتور ترحب باخونا عبد الفتاح الحكناوي. استاذ محمد اهلا اهلا استاذ فتحي الحكناوي. لكن وقت خلف انه احد براعينا في مصر حكم ما يزيد عن 80 سنه بقي 27 سنه بالمقرر 80 احد ابطره اسري حكم 60 سنه فيعني ممكن انطلاقا من هذا يقولوا قضى اخف من قضى مع فارق اساسي ان لا ابطره مصريين ولا الفراعنه في مصر كانوا بيضطروا لعقد انتخابات ويزلمونها بحيث انهم ما كانوش الحب للعالم والحب للشعب. احد الاصدقاء شبه هذا النظام بانه المماليك الداخليه انما نخبه حكيمه تقوم بالسلب والنقد لهذا الشعب. واعتقد هنا الفرق الاساسي ان المماليك الداخليه غير قادره على الدفاع عن الوطن بل بالعكس بتقدم تنازلات باستمرار بالعدو والولايات المتحده. اما المماليك الحقيقيه فكانوا يدافعون عن هذا الوطن هم الذين اسقطوا ملاك الفرنجه هم ايضا الذين القفوا هجمات البشر هم الذين دفعوا عن هذا الوطن. الفرق بين المماليك والمماليك الداخليه فرق كبير. بالنسبه لحركه كفايه التي اتشرف باكون منصف العالميه اعتقد انها اصبحت ضمير هذا الشعب. الحكومه اعلنت وفاه كفايه ما لا يقل عن 10 مرات تماما كما فعلت اسرائيل مع الانتفاضه. احدى الصحف قالت لقد قضينا على الانتفاضه 7 مرات حتى الان بمعنى انها تأليف والبرفس. اما بالنسبه لصديقي العبقري عبد الحليم حليم فاني اعرف فكره فكر ناصع فكر ثوري
ويعبر عنه ببيان عربي ناصع، لكنه يظل يبقي لنا كلمه الحقيقه، وهذا ما سيكون بتلخيص لنا الدكتور نادر الوجداني. وشكرا جزيلا. يلحظ الكاتب عبد الحليم أنجيل في كتاباته إلى فقراء هذا